بداية أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للنادي الثقافي وللجنة العلمية على تنظيم هذه التظاهر العلمية في هذه المدينة العريقة، مدينة صحار، إحدى العواصم السياسية العمانية. طبعا هذه هي الجلسة الأخيرة في هذه الندوة القيمة، ونتمنى أن يكون الختام مسكا بإذن الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بحركة النسخ في عمان، من خلال ما تم استعراضه من خلال الجلسات الثلاثة التي استمعنا إليها سويا، يتضح لنا مدى حجم الإسهام الحضاري العماني في التراث الفكري والإسلامي. وبالتالي هذه أرقام لا شك أنها جديرة بالوقوف عندها. وبالتالي فإننا نستعرض وقتنا الحالي مع توفر وسائل الكتابة والطباعة وكذلك النشر، فضلاً عن ضخامة المادة العلمية المتوفرة ورقياً وإلكترونياً. وبالتالي يقفز إلى الذهن السؤال مشروع، فأين نحن من أولئك العظام؟ فربما نتاجات هذه الندوة القيمة ستحفز الهمم لبلوغ مبلغ أولئك الجفر من العلماء والنساخ ولو بالقليل. على أي حال، حتى لا أستطرد ولضيق الوقت، لدي باحثين اثنين من الشباب العماني، ولربما من فضل الله تعالى أنهم اثنين فقط، لأن الباحثة الثالثة اعتذرت. طبعا الورقة الأولى ستكون بعنوان نساخ عمانيون مغمورون، والباحث سيستعرض لنا نماذج من ولاية الرستاق وهو الدكتور حمد بن سالم الذهلي. أما الورقة الثانية فبعنوان أيضا النساخ العمانيون في شرق أفريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي. بالنسبة للدكتور حمد بن سالم الذهلي، فهو يعمل حاليا مدرب للغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وهو أيضا محاضر بالجامعة العربية المفتوحة. يحمل مؤهل الدكتوراه في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. له منشورات عدة مثل كتاب الجهود النحوية في عمان. أيضا له بحوث لغوية وأدبية منشورة في مجلات علمية محكمة، كما أيضا شارك بكتابة عدة مداخل موسوعية في الموسوعة العمانية. أترك المجال للدكتور حمد ولديك 10 دقائق، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم في هذه الندوة المباركة، وجزيل الشكر للقائمين على هذه الندوة ولجميع الباحثين لكل كلمة ألقيت في يعني المحاور السابقة وفي الجلسة السابقة. مضت دقيقتين دكتور. طيب يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لهذه الورقة سيكون الاستعراض سريعا مراعاة للوقت، ويعني النساخ المغمورون في عمان ربما نقول يعني لم يعني يحظوا يعني بنصيب من البحث، فلذلك اخترت ان تكون الرستاق نموذجا لنساخ مغمورين من باب تسليط الضوء. فساختصر سريعا يعني دون ان اذكر سيره حياه الناسخ،
إنما سأختصر مباشرة على القرن الذي عاش فيه وعلى المؤلفات التي نسخها. طيب، في القرن التاسع الهجري كما هو واضح، علي الثاني بن جحر الرستاقي نسخ عدة أدعية مخطوطة وملحوقة بكتاب التاج. وسالم بن خميس بن محمد المنصوري نسخ عدة أجزاء في المصنف كما هي واضحة معكم، وهذا من وادي بني حنين في ولاية الرستاق. سالم بن سعيد بن جحدر بن عبد الله بن سعيد الجحدري الرستاقي أيضا نسخ جزء 30 من المصنف. سعيد بن علي بن جحدر بن عبد الله بن سعيد الجحدري وكذلك أيضا هو نسخ يعني منهج الطالبين للشيخ الشخصي. وسعيد بن علي بن حمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد الجحدري نسخ أيضا الجزء الرابع والخامس من منهج الطالبين. نعم، عبد الله بن محمد بن مسعود بن عبد الله الوبلي الرستاقي، وهذا نسخ الجزء الرابع عشر من المصنف. أمضي سريعا لأن الوقت أيضا يتركنا. ماجد بن مانع بن جاحد بن جاحد بن خميس بن علي بن ناصر الرومحي نسخ عدة قصائد وبعض الوصايا، وكذلك مبارك بن سعيد بن بدر الغافري، طبعا هذا شيخ مؤلف ومعروف يعني، وكتب له التراجم الرومانية، ولكنه أيضا ظهر له نسخ من ضمن يعني الكتب التي نسخها موجودة معكم كما تلاحظون الجزء السابع من المصنف، وكذلك نسخ مصحفا وكتابا في علم الأسرار. بالنسبة للشيخ محبوب بن بشير الجحدري الرستاقي نسخ الجزء الحادي والأربعين من المصنف، وكذلك أيضا الجزء الثاني والخمسين من بيان الشرع. بالنسبة للكتب الأخرى مسائل فقهية وكذلك الجزء الثامن والعشرين من بيان الشرع وكذلك منهج الطالبين، ونسخ أيضا يعني بعض الوصايا والعلية من ضمنها أو من ضمن منسوخاته هذه المخطوطة الموجودة أمامكم الآن. القرن الثاني عشر، هذا ما يخص القرن الحادي عشر. القرن الثاني عشر الشيخ أحمد بن خلف المزروعي الرستاقي نسخ أجزاء من المصنف، وهذه إحدى المخطوطات التي نسخها ويضع فيها الاسم واضحا ومكان النسخ والتاريخ، وأيضا القرية التي ربما أولا أشكلت علي كونها يعني غير متداولة الآن، ربما اختلف الاسم في الوقت الحالي. أحمد بن سالم بن أحمد المزروعي نسخ مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي، وجاعد بن سالم السلامي هذا مؤلف ومعروف ومشهور أيضا، ولكنه أيضا ناسخ فنسخ كتاب التعارف للبركة، والشيخ جاعد بن عبد الله بن عكاشة الذهلي الإباضي مذهب السيدي نسبة إلى بلد سيد في ولاية الرستاق مسكنا، نسخ عدة أجزاء من المصنف كان من ضمنها جزء نسخه في وادي السحدن كما تلاحظون هذه الأجزاء، وصحح بعض الأجزاء أيضا. خلف بن سعيد الخميس بن راشد المشهور بالمعلم الرستاقي أيضا نسخ الجزء الخامس عشر من كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. سعيد بن علي بن مسعود بن عبد الله الرزيقي نسخت له ونسخ بعض الكتب كما تلاحظون. عامر بن سالم بن عامر اليحيائي الرستاقي نسخ له بعض الوصايا وكذلك نسخ شرح لقصيدة في طب العين، وهذه إحدى منسوخاته. محمد بن ناصر بن محمد الرمحي له أثر مخطوط كما لاحظتم. مرشد محمد بن راشد أيضا الأربري الرستاقي نسخ عدة أجزاء من المصنف، الملحوظ أن أغلب الكتب كتب المطولات كالمصنف وبيان الشرع وقاموس الشريعة. مسعود بن محمد بن عمر العبري الرستاقي الفشحي نسبة إلى فشح الذي ينتسب إليها العلامة محمد بن المعلم كنجي الفشحي نسبة إلى وادي السحدن ولاية الرستاق، ونسخ عدة كتب كما تلاحظون بالأحمر. هذه إحدى يعني منسوخات الشيخ مسعود الفشحي،
وهذا كتاب في الأسرار. خمس دقائق دكتور. نعم. مهنا بن محمد بن حمير اليوربي الرستاعي نسخ أيضا القطعة الخامسة من الجزء الأول في المصنف، وكذلك أجزاء أخرى من المصنف أيضا في القرن الثالث عشر. هذا ما يخص القرن الثاني عشر، يعني عرض سريع. حسن بن حميد بن ناصر المعنى الهنائي الساكن قرية الحيلي، وهذا طبعا أنا يعني استطرد فيه لأنه فيه تقريبا ثلاث شرائح، ولكن الشيخ بدر الراجحي تحدث عنه في كتاب الآثار العلمية أو حركة الآثار العلمية في الحيلي، وهو مطبوع. خالد بن محمد أيضا الفشحي نسبة إلى فشح في وادي السحتن، وأيضا نسخ مجموع منوع. خميس بن سعيد بن سيف الهبطالي نسخ الجزء الثالث عشر من كتاب المصنف ورصحف أيضا. خميس بن محمد بن صالح الرشداقي نسخ الأمية ابن هاشم في الطب، وراشد بن سيف بن سعيد اللمكي طبعا هو شيخ الإمام نور الدين سامي، ولكنه ربما لم يعرف عنه أنه نسخ شيئا من الكتب، إنما كان يأمر بالنسخ، ولكن حقيقة وجدنا يعني بعض المنسوخات له كما تلاحظون أيضا في العرض. سالم بن حسن أيضا بن حميد بن ناصر الفورة المعني الهنائي، أيضا شيخ بدر تحدث في كتابه أثار الحيلي عن هذه الشخصية وأشباعها رحمه. سعيد بن رشيد بن سعيد بن راشد المقبالي نسخ الجزء الثاني والثلاثين المصنف، ونسخ الكثير والصفحات في مخطوط مجهول المؤلف. سعيد بن نافع بن العور بن مبارك بن سيف الدهماني، وكذلك أيضا شيخ بدر تحدث عن هذه الشخصية في كتابه أثار الحيلي. وكذلك أيضا سلوم السويدان المزيدي أيضا تحدث عنه الشيخ بدر في كتابه أثار الحيلي. سلوم بن عبد الله تسامين بن علي الطبعوتي العوفي نسخ شرح ملحة الإعراب وشيخة الآداب، وأيضا هذه في والي السحتن. شوين بن محمد بن سعيد بن هلال الرمح العيني نسخ زاد الفقير للشيخ راشد بن خلف الرستاقي، وكذلك زاد المسافر، وكذلك من هادي المتعدي من الطب. عبد الله بن راشد بن خميس بن عامر بن طارش نوال الراجعي، وكذلك ايضا اشبعه بحثا الشيخ شيخ بدر الراجحي كما تلاحظون اكثر من شريحه، فاطال في التفسير فيه، نسخ كتب عده في المطولات. عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي نسخ شرح ابن عقيل على الفيل بن مالك، وكذلك عبد السيد بن راشد الهمامي ايضا نسخ المختصر في النحل. عيسى بن حسن بن حميد بن ناصر الفورة تحدث أيضا عنه الشيخ بدر في آثار حركة الحيلي، وكذلك الشيخ محمد الراجعي أيضا تحدث عنه الشيخ بدر في كتابه، فلن نزيد أو لن نزيد عنه. نبهان بن حمود بن سليمان ربما هذه من المخطوطات الجديدة بن خلف العطري الفشحي أيضا نسخ الجزء السابع من المصنف، وكذلك مختصر الفصال، وهذه نموذج لمختصر الفصال الذي نسخه الشيخ النبهان الفشحي. بالنسبة للقرن الرابع عشر بشير بن عبد الله الذهلي نسخ مجموعة فنون متعددة للخليل بن أحمد الفراهيدي، سالم بن سعيد القويطعي أيضا مواد الهني قصيدة في زاد الفقير وجبل الكسير والجزء الثامن والعشرين قاموس الشريعة. آخر دكتور دقيقتين. طيب إن شاء الله. وقت. اللمكي ومكنون الخزائن وعلوم المعادن للشيخ موسى البشري ومقاليد التصريف وديوان ابن النضر. وسويع بن راشد ايضا البدري ايضا اشبعه الشيخ بدر بحثا في كتابه. عبد الله بن مسعود هذه من المخطوطات ايضا النادره. عبد الله بن مسعود العيني الرستاقي نسخ كتاب النعمه ونور الظلمه. وهذا هو النموذج لهذا الكتاب المنسوخ. عيسى بن عبد الله بن عيسى البشري نسخ مجموعة من الكتب. مسلم بن شتيط بن سالمين العبري أيضا هذا ناسخ نسخ هذه المخطوطة في قمة جبل بوادي السحتن، وطبعا حفيد الناسخ موجود
هنا في الجمهور، ونسخ عدة كتب في الفلك وكتاب في النحو، ونسخه نسختين تقريبا في النحو. هذه النماذج من نسخ النسخ. هذا دعاء العرش وباب حل الأشجار. نساخ الأستاذ أيون مجهول والعصر أحمد بن سالم بن مسعود المعلم نسخ مجموعة أيضا، وهؤلاء أيضا نساخ حقيقة لم أصل إلى القرن أو تاريخ الوفاة. لو تستعجل دكتور إلى الخاتمة. أقل ثواني فقط. محمد بن علي الرمح الرشتاقي أيضا، ومصبح بن مسعود المخزوم المخزومي، هذا أضفته صباح اليوم فقط. وشكرا لكم أيضا لمخطوط أو المصحف من الشيخ ناصر بن أبي رمح، ومحفوظ بمكتبة معالي السيد محمد بن أحمد المساعي. وهذه توصيات ختامية، ومنكم المعذرة على العرض السريع يعني مراعاة لكم. شكرا لكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. شكرا لك دكتور حمد الظهري على هذه الورقة القيمة، وأيضا على هذا العرض الشائق الماتع. ربما هذه الورقة أيضا تقودنا إلى أهمية تسليط الضوء حقيقة إلى جملة من النساخ المرورين في مختلف الولايات في السلطنة. الآن ننتقل إلى الورقة الثانية مع الدكتور سليمان الكيومي. طبعا كما هو مدرج لديكم عنوان الورقة النساخ العمانيون في شرق افريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي. سيأخذ مثالين او نموذجين الشيخ سالم الرواحي وكذلك الشيخ يحيى الخروصي. بالنسبة للدكتور سليمان بن سعيد بن حبيب الكيومي يعمل في وزارة التربية والتعليم، معلم، حصل على الدكتوراه من جامعة السلطان قابوس. له خبرة عملية طبعا كمحاضر في جامعة السلطان قابوس، وأيضا عمل محاضرا في الجامعة العربية المفتوحة. له نتاجات أكاديمية علمية مثل ورقة منشورة في مجلة محكمة تسمى مجلة القراءة والمعرفة بعنوان الشيخ أحمد بن أبي بكر بن سمير ودوره الثقافي في شرق إفريقيا. أيضا له حلقتان إذاعيتان في إذاعة سلطنة عمان في برنامج من التاريخ العماني، الأولى بعنوان عمان في عهد السيد سلطان بن أحمد، وأيضا الثانية بعنوان تاريخ عمان والسيد سعيد في الجود العماني في إفريقيا الشرقية. أيضا ستبرز الدور الذي قام به النساخ العمانيون في دعم الحركة العلمية في شرق إفريقيا. أيضا دكتور سليمان ولديك أيضا 10 دقائق. على تبني مثل هذه الندوة الجميلة التي تخدم في الأساس طبعا الباحثين وأيضا المهتمين بنسخ المخطوطات. طبعا أيضا تسلط الضوء على أولئك الجنود المجهولين، يعني هذه لفتة طيبة من النادي الثقافي أنه يسلط الضوء على أولئك الذين لعبوا دورا في إيصال الكتب والمخطوطات إلينا. وإذا كان هناك من يدين الفضل إليهم فهم أصحاب الكتب أنفسهم الذين ألفوا الكتب، الذين طبعا لولا هؤلاء المساف لما وصلت الينا مثل هذه المعلومات والكتب الكثيره. طبعا عنوان الورقه هو بالنسبه لصار خلل فني لو في الفلاش، لكن مثل ما تفضل زميل الدكتور سليمان هي عباره عن عنوانها المساف العمانيون في شرق افريقيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدا خط شخصيتين اللي هم الشيخ يحيى الخروصي والشيخ سالم الرواحي. طبعا هنا ايضا من الدراسات المهمه التي صدرت قبل سنوات والتي كانت تسلط الضوء على النساخ كانت دراسه للدكتور سعيد الهاشمي، وهو استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه السلطان قابوس، والتي كان يتكلم فيها عن الحياة الثقافية في عمان خلال القرن التاسع عشر الميلادي، تناول فيها العلماء وأيضا تطرق إلى ذكر النساخ الذين بلغ عددهم تقريبا 120 ناسخ ورد ذكرهم في كتاب الدكتور سعيد. أيضا هذه الدراسة من الكتب التي اعتمدت عليها أيضا كتاب لزميلنا الموجود متواجد حاليا، خاصة عندما تحدث عن
الشيخ سالم الرواحل. هو كتاب كان كتاب جميل اقتنيته في من فترة، كان صدر للباحث سلطان بن مبارك شيباني بعنوان التاريخ المصور للشيخ سالم بن محمد الرواحل، وهو من الكتب الجميلة التي ضمنها الكاتب أو المؤلف الكثير من المخطوطات التي نسخها الشيخ سالم. أيضا أما فيما يتعلق بالشيخ يحيى فأيضا هناك كتاب آخر للباحث الذي تغيب اليوم، وهو الباحث خالد بن عبد الله الخروصي. طبعا شهدت عمان في القرن التاسع عشر هجرات كثيرة إلى شرق أفريقيا بحكم أنها كانت جزء من الدولة العمانية. شملت تلك الهجرات مختلف شرائح المجتمع من العلماء والنساخ وكذلك أيضا تجار وغيرهم. بالنسبة للشيخ يحيى الذي عاش من 1812 إلى 1905 ميلاد، ولد في ولاية العوابي في بلد الهجار إحدى ولايات محافظة يوم الباطنة طبعا العوابي. درس على يد عمه الشيخ ناصر بن جاعل بن خميس الخروصي، حضر بيعة الإمام عزان بن قيس، عين قاضيا في عهد الإمام عزان على عدد من المدن، ثم بعد مقتل الإمام عزان عام 1871 هاجر إلى شرق أفريقيا، وكانت في تلك الفترة يحكمها السلطان برغش بن سعيد. هناك طبعا عندما تأسست المطبعة السلطانية في عهد السلطان برغش كلفه السلطان بالإشراف على أعمال المطبعة وتصحيح الكتب تمهيدا لطباعتها في المطبعة السلطانية. من الكتب الأجنبية التي أشارت إلى هذه الشخصية اللي هي شخصية الشيخ يحيى الكاتب مارتن كاستر صاحب كتاب بيبليوغرافيا الكتابة الإباضية، يقول بأن الشيخ كان مشرف على طباعة وإخراج الكثير من الكتب التي طبعت بالمطبعة السلطانية. طبعا استمر هو كثيرا في زنجبار، عاصر برغش بن سعيد ثم السلطان خليفة بن سعيد ثم علي بن سعيد وأخيرا السلطان حامد بن ثويني الذي حكم من 1893 إلى 1896. من ضمن آثاره لو كانت له مثل ما ذكرت بصمات كثيرة في أكثر مطبوعات المطبعة السلطانية من حيث الترتيب والتصحيح وتقييد لبعض الوقفيات السلطانية. أيضا كان مهتم بنسخ الكتب نظرا لبراعته وخطه الجميل. من ضمن الكتب التي نسقها بيده حسب ما تشير إليه الدراسات أيضا وحسب المخطوطات الموجودة في مكتبة السيد محمد بن أحمد في السيب وأيضا مخطوطات دار المخطوطات وفي وزارة هيئة الوثائق، هناك كتاب شرح ملحة الإعراب لمؤلفها القاسم بن علي الحريري نسقها عام 1883. أيضا هذا المخطوط موجود في وزارة التراث. كتاب قاموس الشريعة الحاوي للطرق الوسيعة لمؤلفه جميل بن خميس السعدي، وطبعا هذا يعتبر من أكبر كتب المذهب الإباضي من حيث عدد الأجزاء التي يصل إلى أكثر من 90 جزء تقريبا. فأيضا هناك من الكتب التي نسخها كتاب إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون أو ما يسمى اختصارا بالسيرة الحلبية أيضا لمؤلفها نور الدين الحلبي، وهذا المخطوط موجود أيضا في دار المخطوطات ووزارة التراث والثقافة. أيضا كتاب مقاليد التنزيل لإدراك حقائقه بالتأويل للشيخ جاعل بن خميس أيضا نسخه الشيخ يحيى. وأيضا كان أيضا نظرا لجمال خطه كان السلاطين زنجبار يكلفونه بكتابة بعض المراسلات، كما كان الناس أيضا عامة الناس كانوا يذهبون إليه لكتابة بعض الوصايا التي يوصون بها بعد موتهم، يعني أو الأشياء التي يريدون أن تتحقق بعد موتهم الوصايا التي كانوا يكتبونها في تلك الفترة. أيضا نجد أنه من ضمن الكتابات كتابته لأمر الوقف الذي أصدره السلطان خليفة بن سعيد في مقدمة الجزء السابع من كتاب كيميان الزاد إلى دار المعاد للشيخ محمد بن يوسف الطفيشي. أيضا له قصائد شعرية كثيرة نجدها في مقدمة الكتب التي كانت تنسخ وتطبع في المطبعة السلطانية. أورد المغيري في كتابه جوينة الأخبار الكثير من أشعاره التي قالها في مقدمة الكتب، وأيضا كانت هناك مساجرات بينه وبين العلماء في تلك الفترة. خمس دقائق الأخيرة دكتور. توفي الشيخ يحيى بعد عادة من زنجبار، وتوفي في عام 1896 وكان له من العمر 87 سنة.
حيث بعد عودته استقر في بلدة الوليجة بولاية العوالي وظل هناك حتى وفاته. هو عاد في 1896 وظل هناك في العوالي حتى توفي عام 1905 الميلادي. طبعا كان يفترض أن يكون هناك صور ومخطوطات مرافقة للعرض، لكن طبعا نظرا لما حدث فنكتفي بالنظر يعني بشكل أو لقاء الشباب. ننتقل إلى الشخصية الأخرى اللي هي الشيخ سالم بن محمد بن سالم الرواحي، الذي أيضا ولد في بلدة مسلمة التابعة لولاية نخل، ثم هاجر وهو صغير إلى زنجبار، تقريبا عمره لم يتجاوز 20 سنة، برفقة أخوته عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الله، وحوالي عام 1301 للهجرة، أثناء أيضا فترة حكم السلطان برغش. والملاحظ أن في فترة السلطان برغش الكثير من العلماء والتجار وأيضا حتى العلماء، يعني بما أننا نتكلم عن العلماء والنساخ، هاجروا إلى شرق أفريقيا نظرا للأوضاع التي كانت في عمان في تلك الفترة، الصراعات الداخلية، وأيضا لتشجيع أيضا سلاطين زنجبار للعلم والعلماء في تلك الفترة. طبعا عندما هاجر يقال من ضمن الروايات التي تقال عن سبب هجرتهم أنه كانت بدعوة من السلطان برغش الذي سمع عن نباهتهم وحسن خطهم، وصفة جدة لهم تسمى غيثة كانت تعمل في قصر السلطان. وطبعا هذه المعلومة وردت في عدة مراجع من ضمنها مرجع الأستاذ الشيباني التاريخ المصور. استفاد طبعا الشيخ سالم الرواحي من الذين عاصروه في تلك الفترة، منهم الشيخ يحيى الذي تقدم ذكره، والشيخ سيف بن ناصر الخروصي، والشيخ أبي مسلم ناصر بن سالم أيضا الرواحي. من أهم أعماله في مجال النسخ أنه نسخ كتاب معارج الآمال للشيخ نور الدين السالمي، وكتاب مقاليد التصريف للشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، وكتاب اللمعة المرضية من أشعة الأباضية للشيخ نور الدين السالمي، وكتاب حلية الأمجاد في أساليب الجهاد للشيخ سيف بن ناصر الخروص، أيضا كتاب مهمات الاعتقاد للشيخ سيف، وأيضا عمل كذلك في كتابة الدواوين السلطانية حتى لقب في تلك الفترة لقبوه معاصروه بأنه كاتب الحضرة السلطانية أو كاتب أسرار ملوك زنجبار، حيث أنه كان يحظى بثقة هؤلاء السلاطين وكان يكلفونه بكتابة الكثير من المراسلات، لأنه وهذا الشخص نظرا لصغر سنه عندما وصل زنجبار، لذلك هو عاصر مجموعة كبيرة من سلاطين زنجبار ابتداء من برغش بن سعيد وانتهاء بالسلطان خليفة بن حارب الذي حكم من 1911 إلى 1860. نعم، فطبعا 1960 فكتاباته أيضا كانت موجودة. من ضمن أعمال الخالدة التي لا تزال موجودة في زنجبار هو نقشه لآيات قرآنية على أبواب ونوافذ قصر بيت العجائب. وطبعا من ضمن طبعا قلصت هذه النقوش في عهد الخليفة الأخير، في عهد السلطان الأخير اللي هو السلطان الذي قلنا اللي هو خليفة بن حارث، لأنه فتح هذا القصر لأجناس غير إسلامية، فكان المقربين من السلطان نصحوه ب يعني بإزالة مثل هذه الآيات القرآنية، لأن يعني مثل ما حسب وجهة نظرهم بأنهم يدخلوها أناس غير مسلمين أو يلبسونها أناس غير مسلمين، فطبعا أمر بقلع بعض النقوش الآيات القرآنية التي كانت موجودة في بعض جوانب القصر، ولكن بقي بعضها موجود في النوافذ وغيرها. فطبعا يقول المغيرة حول هذه الحادثة: وقد فقد هذا القصر زينة من زيناته بقلع هذه الآيات القرآنية، واللذان كتب القرآن العظيم فيه هما الشيخان عبد العزيز وسالم أبناء محمد الرواحيان. هذا بالإضافة إلى كتابته للصكوك ووثائق عامة بين الناس، كما كتب أيضا بعض التراجم للشيخ الأديب أحمد بن النضر ناعبي، وكتب ترجمة للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي. توفي الشيخ سالم عام 1947 عن عمر ناهز 80 سنة، وطبعا في زنجبار توفي، وشهد جنازته أعيان زنجبار وعلمائها، كما أيضا شهد جنازته السيد عبد الله بن خليفة بن حارب الذي كان ولي عهد زنجبار في تلك الفترة. أخيرا طبعا لا بد من التأكيد على أن هؤلاء النساخ الذين تناولتم هذه الدراسة قد ساهموا في الحركة العلمية في شرق أفريقيا،
هذا شيء يشهد به كل من يقوم بدراسة لشرق أفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هؤلاء قاموا فعلا ساهموا في الحركة العلمية في شرق أفريقيا وأثروا أيضا الحركة العلمية في المنطقة، وظهر تلاميذهم بعد ذلك في الساحة الثقافية والاجتماعية حتى نهاية القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين كذلك. شكرا لكم على حسن استماعكم وعذرا على الإطالة، والشكر مرة أخرى للنادي الثقافي على تنظيم هذه الندوة. شكرا لك دكتور سليم، أولا على تقييم الوقت، وثانيا أيضا على هذا التطواف الجميل عبر ذكر أمثلة من النساخ العمانيين في منطقة أفريقيا الشرقية. وعندما نذكر منطقة أفريقيا الشرقية لا سيما في عهد السلطان برغش فإننا نستحضر الحركة العلمية التي كانت وأيضا مدى مساهمة العمانيين في التراث العربي والإسلامي، وأيضا لا ننسى أيضا ظهور المطبع السلطاني أيضا في زمن السلطان برغش. هنا أيضا أؤكد أيضا على ما قاله الدكتور سليمان الكيومي، فإن كان العلماء فضل فيما خلفوه من إرث علمي فإن أيضا للنساخ حق وافر كذلك من هذا الفضل. إذن ها هنا قد وصلت السفينة إلى بر الأمان. باسمكم جميعا أشكر الدكتور حمد الذهلي وأيضا كذلك الدكتور سليمان الكيومي على الورقتين في هذه الجلسة. الآن نذهب إلى اللجنة العلمية، والكلمة للأستاذ محمد الطارشي. تفضل. تفضل، لديك دقيقتين أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوة الباحثين والمؤرخين، خدمة التراث المخطوط، الأفاضل الحضور. نيابة عن النادي الثقافي، يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل ووافر الامتنان للباحثين على ما قدموه من أوراق علمية قيمة في ندوة حركة نسخ المخطوطات في عمان. وسوف يسعى النادي جاهدا الى تجميع هذه الاوراق ونشرها في كتاب مطبوع، كما ان النادي سيقوم بالاخذ باغلب التوصيات لكل محور من محاور هذه الندوه كما وردت في اوراق عمل هذه الندوه. ونعتذر عن ضغط بحوث هذه الندوه والتي تحتاج حقيقه الى اكثر من يوم واحد، ولكن ارتباط النادي الثقافي بفعاليات أخرى أدت إلى زمجها إلى أربع جلسات قصيرة، عاملين أن تكون الأوراق كما توقعتم. لا نقول وداعا، ولكن إلى اللقاء في ندوات أخرى، والتي نتمنى أن تكون هذه الندوة فاتحة خير لمزيد من الندوات حول التراث العماني المخطوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نشكر المتحدثين والحضور في هذه الندوة، وباسم سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة ندعوكم لتناول